فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يعانيه المجتمع من التباعد وكثرة المظاهر، فيصعب على المزكي أن يعرف المحتاج والمستحق للزكاة، ما الضابط في ذلك؟ وهل من علامات نستدل بها على المحتاج والمسكين في هذا الوقت؟ إذا عرف المحتاج يعطيه، إذا ما عرفه يسأل عنه من يعرفه. نعم.